بداية كده في الموضوع، ايه اسباب ترشح سيادتك لرئاسة نادي النادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين، صدق الله العظيم. الفكرة في الترشح لرئاسة نادي 6 أكتوبر كانت الفكرة ديت وريدة من سنة 2017 فترة الانتخابات السابقة، وكنا كمجموعة من أبناء النادي تربينا داخل النادي، وابتدى مشوار العمل معانا بعد ما تم الانتهاء من الخدمة داخل القوات المسلحة، فرجعنا لبيتنا التاني النادي. اتكلمنا مع بعض المجموعة بتاعت النادي، أبناء النادي، وقلنا إن احنا نقدر نقدم جديد، نقدم تطوير داخل النادي يتناسب مع الزمن اللي احنا متواجدين فيه وطموحات أبنائنا. فكانت الفكرة الوليدة إن احنا نبتدي ننزل الانتخابات ويبقى لينا دور أكثر فاعلية وداخل النادي، ويكون في تحديات نقدر إن احنا ناخد. بناء عليه شفنا إيه التخصصات. كان الأساس عندنا هو الأساس العلمي، التخصص لكل عضو داخل مجلس الإدارة، سواء رئيس سواء نائب سواء أمين صندوق، عضو أو عضو تحت السن. واتكلمنا مع بعض، قدرنا ندفع في الانتخابات بعدد محترم من مجموعة أبناء النادي، وخدنا انتخابات كويسة في 2017 والحمد لله، وبنستمر طبقا للمبادئ والاهداف اللي احنا اتحركنا من 2017. فده الطريق احنا لسه ماشيينه، ونزلنا في 2019 باذن الله، ونكمل المسيره يا رب باذن الله. حضرتك راجل عسكري، هل ده هيأثر على انضباط والالتزام في النادي داخل النادي؟ هو سؤال محترم واشكر حضرتك عليه، ومما لا شك فيه ده حاجة أساسية، هي الانضباط مش في المؤسسة العسكرية فقط، طيب جميع مؤسسات الدولة، جميع المؤسسات على المستوى العالمي لابد من الانضباط، هو ده أساس النجاح اللي ممكن يبقى فيه تقدم وفيه تغيير. فده عامل رئيسي، ويمكن أقول لحضرتك كمان نادي 6 أكتوبر بحد ذاته هو نادي يميل إلى الانضباط، ده حتى المسمى نادي 6 اكتوبر. فشئنا ام ابينا الانضباط هو اساس النجاح. طب حكايه يعني حياه ست العقيد، اتفقتوا مع بعض كاعضاء او كمجموعه مرشحين على اساسيات معينه هتعملوها في الفتره اللي جايه؟ اكيد طبعا. حضرتك كمجموعه ابناء النادي من 2017 كان لينا مبادئ واضحه جدا، كان لينا اهداف واضحه جدا اتحقق بالفعل منها، عشان فيه جزء مننا كان في المجلس السابق، ففي الأهداف دي بالفعل تم تحقيق أجزاء منها، وبإذن الله الفترة اللي جاية يكون استمرار واستكمال للأهداف دي يا رب بإذن الله.